أنا بدأت وأنا عندي 5 سنين، كانت أختي بتلعب بينج بونج برضو بطلة أفريقيا وعرب، وبس يعني كنت بروح معاها التمرين يعني بتفرج عليها في التمرين وكده، لحد ما حبيت اللعبة وقلت أنا عايزة أجرب يعني. فجربت، ابتديت وأنا عندي 5 سنين وابتديت بطولات وأنا عندي 6 سنين. هي لعبة يعني مش عنيفة شوية، ما فيهاش احتكاك في مع المنافس وكده، وما فيهاش ضرب، وسهل ألعب الحجاب وكده، فكانت يعني لعبة مناسبة للبنات يعني تقريبا. أو على حسب نظام كل بطولة، في بطولة بيبقى best of 7 فاللي يكسب 4 أشواط، في بطولات بتبقى best of 5 يعني اللي يكسب 3 بس. بس نظام الفرق المرة دي مختلف، ان احنا هنبدأ في مدخلين في ماتش زوجي، فبنبدأ بماتش الزوجي وبعد كده يبقى 4 ماتشات فردي بعديها. هو المفروض برضو اللي يكسب الفرق كلها يكسب 3 ماتشات، كل جيم في يعني يكسب 11 نقطة يعني المفروض. لا الصين في حتة تانية لوحدهم من زمان، وهم مقفلين حتى على كل يعني على منتخبهم، والصين كمان في يعني هي اللعبة الشعبية هناك زي الكورة عندنا مثلا هنا، هم هناك لا البينج بونج بالنسبة لهم يعني اللعيبة بتاعتهم هم اللي محطوطين على الإعلان يعني، وعاملين لهم تماثيل وحاجات كده. بس هم يعني ففي 1,000,000 واحد تقريبا بيلعب بينج بونج، غير طبعا ان هم التكنيك مختلف تماما عن اي يعني حتى بعاد عن اسيا نفسها يعني بقية دول اسيا، كان هي اسيا عامه هي المسيطره على اللعبه يعني. احنا اوريدي كان في فتره من الفترات كان عندنا مدرب صيني ماسك المنتخب، احنا يعني بنحاول نقرب يعني، احنا دلوقتي ابتدينا نقرب من اسيا شويه لحد ما يعني في لعيبه من عندنا كتير كسبوا، ناس من اليابان ومن كوريا ويعني تشاينيز تايباي والبلاد دي، ان هم جامدين برضو فرقين. فاحنا اوريدي ابتدينا يعني الحمد لله بنحاول نقرب يعني، هننزل كل جهدنا يعني ان احنا نتعلم باللعب طريقه اللعب الاسيوي اكتر يعني، احنا يمكن لعبنا اوروبي شويه فاحنا قريبين من اوروبا يعني، بس فبنحاول نتعلم لما نروح معسكرات وكده بيبقى احتكاك اكتر بالمدرسه الاسيويه يعني طريقه اللعب. اسيا كلها في حته صعبه كده، بس طبعا اوروبا يعني لا، في مثلا البرازيل وامريكا وهولندا مثلا، النمسا، المانيا ورومانيا، كل دول جامدين يعني. بس احنا ممكن واحده مننا مثلا تكسب حد منهم كده يعني، دول المنافسين يعني. اسيا طبعا في كوريا واليابان وتشاينيز تايباي وكوريا الجنوبيه والشماليه، وكل دول طبعا جامدين قوي، بس يعني بنحاول نقرب منها يعني، عادي ممكن برضو نخطف ماتش ماتشين فبرضو بيبقى انجاز يعني. لا اكيد اكيد بيفرق، لان احنا يعني بره بنقابل ناس طرق لعبها مختلفه كتير عن اللي موجودين في مصر يعني. طبعا كل ما بنلعب مع ناس من بره اكتر كل ما مستوانا بيعلى يعني، حتى تقريبا دلوقتي معظم الدوريات يعني بيبقى فيها ناس من اسيا كتير، في طرق لعب مختلفه تماما، حتى تقريبا معظم البلاد الاوروبيه مجنسين صينيات ومجنسين اسيويين يعني. فلا يعني طبعا بيبقى احتكاك مفيد جدا لمستوانا يعني، حتى اللي احترفوا بره بيرجعوا في فرق باين بين بقيه المستوى في مصر يعني. هو انا فكرت، بس معظم الانديه بتبقى عايزه حد مقيم يعني هناك، انديه قليله اللي بتبقى ممكن اروح واجي وكده، وبعدين بعد الكورونا بقت الانديه كلها عايزه تحافظ على اللعيبه اللي عندها يعني، مش ويعني مش حد يجي من بره ويسافر ويروح ويجي يعني، بيبقى معظم المدربين كمان هناك بيبقوا عايزين يشوفوا اللعيبه وهم بيجهزوا قدامهم يعني، فان هو اللعيب يمشي ويجي دي مش كل الانديه بتوافق عليها يعني. هو الزوجي طبعا في الزوجي المختلط والزوجي العادي، ده الزوجي العادي بنتين ضد بنتين، والمختلط ولد وبنت ضد ولد وبنت. الاصعب طبعا الزوجي، لان مش بتلعب لوحدك، انت لازم يبقى في تفاهم بين اللعيب اللي جنبك، في
خطة بتحطوها انتوا الاثنين، فطبعا كل واحد بيبقى ساعات بيبقى ليه فكر عايز يعمله يعني، وساعات بتلعب يعني ممكن التاني هو اللي يبقى شايلك، ممكن انا اللي ابقى شايله ده. دي مميزاتها يعني، اللي هو ممكن لو انت مش جاهز مثلا قوي الماتش ده تلاقي التاني هو اللي بيكسبك فمعاه. بس الفردي اصعب، فان انت واقف لوحدك بقى الضغط كله عليك بس يعني بتلعب باسمك يعني، لو خلاص انت مش كويس هتخسر، كويس هتكسب يعني، ما فيش حد بيأثر على النتيجة يعني معاك. بس الدبل اصعب لان كمان حركته انك تلعب وتوسع للي جنبك عشان يقدر تسيب له مسافة كويسة يقدر يلعب فيها، وتقعدوا بقى تلفوا حوالين بعض، دي اصعب يعني. فطبعا محتاجة سرعة اكتر من الفردي وتركيز اكتر، لان تبقى شايف اللي قدامك بيعملوا ايه برضو، وفي اتنين قدامك فعايز تفهم دماغ كل واحد فيهم يعني. في الفردي انت في خطة وخلاص، بعد شوية بتبتدي تفهم دماغ اللي قدامك فبتقدر تحط الخطة يعني اللي هتقدر تكسب بيها، لكن كل شوية هم بيغيروا، في اتنين بيلعبوا معاك يعني، فهي صعوبتها في كده يعني، الحركة والتفاهم بقى مع اللعيب اللي جنبك، وانك تقدر تفهم اللي قدامك الاتنين اللي قدامك.